ليش واقفين هنا؟ شعدنا هنا واقفين؟ طبيعي هالشي. احنا ننتظر حتى يجيبوا اللحمة بعجين ونلزمهم بالجرم المشهود. خل نكبس عليهم هم وياكلون حتى ما ينكرون. ها فكرة كلش حلوة. شوفوا اجى العامل. جاهزين على العملية؟ نبدي بنات؟ جاهز. الله عيني لك. هلا ابو كرش وين صرت يا عيني؟ مو متنا من الجوع. طو فلوسه يلا طو. ايش قد عيني؟ 75. يلا اخواني تفضل. يلا يلا اخواني يلا. بالعافية عيني. باع اللحمة بعجين ريحته تخبل. باع الحلويات الزينة. اويلي اويلي ريحة لحمة بعجين يخبل. يلا عيني يلا باعوا الحلو هان. اويلي شقد طيب يبين. كلش طيب يبين. ايه يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله الشهي. يلا محمود وكل. نعم نوري انا اكل خضروات. لك بابا شنو تاكل خضروات؟ شنو الحشيش احسن من اللحم؟ اكل يا معود اكل. تمام هسه وقتها يلا نفوت. يلا بالعافية يا اخوان. داموا بالعافية يا اخوان. يلا. شنو هاي؟ لحم بعجين. هوب هوب جيب عمو حميد. لحم بعجين جيب. اشو جيب هاي اشو. انت شلون عرفتوا احنا دزينا على لحم بعجين؟ ها اي صدق شنو اشتميتوا ريحة اللحم بعجين؟ شنو شلون جيتوا؟ سنان شنو انتم مو قلتوا على اساس تاكلون اكل صحي؟ الصار يا معودة حنونة. طبعا ناكل اكل صحي. هو وين اكو اكل صحي احسن من اللحم بعجين يا معودة؟ لحم بعجين اكل صحي عمو سنان. اي لحم بعجين صحي. احنا بالقرية كان اكو عمو عبدو عمره 105 سنوات كل الاوقات كان ياكل لحم بعجين وما بياكل شيء. لا تألف حميد عيوننا عليكم. بنات لموا كل شيء ناخذه ونروح. يلا دقيقة دقيقة يا معودين على الأقل حنونة عوفي الوحدة وراح اموت من الجوع. حنونة زقنبوت ببطنك. أقولكم هذول شلون عرفوا احنا وصينا لحم بعجين؟ الله 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 عجيب مو عمو نوري كنا ناكل لحم بعجين. شنو هاي صار ها؟ ايه يلا جبت لكم بورق بالقيمة يلا تفضلوا اكلوا. بس من تروحون على البيت لا تجيبون طاري هذا النسوانكم. لا تقولوا لهم ما اريد احد يسمع انه انا جايب البورق ولا واحد ما اريدهم يسمعون. تمام يلا اخويا تعال انت هم كل. لا حج نعمان شنو هالحكي؟ اي تعال عمو نوري اقعد هنا. تعال تعال. شنو شو ده شهي والله صارتكم وما ماكلين هيك شيء يا معود دخيلكم. يلا على الكمال امشي جيب شاي. يلا ما يصير ما اقدر عمو نوري لان الشاي هسه سويته لازم يخدر. اهو لعد راح يبرد الاكل خلي نسده. كان شربنا الشاي ورا ما ناكل. نعم علي كمال. خلاص صفية لا تقولين سمعتي من عندي. بس اكو اشياء تصير بالمكتب. شنو اشياء تصير علي كمال؟ أقول لك بالمختصر خالة صفية حسب ما أعرف جماعة المكتب ما كان لازم يأكلون شيء غير الخضروات مو؟ أي؟ بورق وقيمة حسب ما أعرف مو من الخضروات مو؟ هاي ممنوعة صح؟ علي كمال لا ظل تلف وتدور بالحكي. قول شو تريد احكي بسرعة. خالة صفية ما تخليني الجاسوس يتلذذ بشغله بأحلى لحظة بحياته. صار لي كم يوم اتابع افلام جواسيس كانوا ينقلون الحكي بطريقه حلوه وفيني خلياني هم اتلذذ. علي كمال اختصر اختصر. زين عمو نعمان جاب بورق بالقيمه على المكتب اذا ما تلحقون راح ياكلون. شنو نعمان جاب بورق على المكتب؟ متت انت نعمان متت. على ما تجون انتو اني راح الهيهم. تمام 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 احنا هسه جايين على المكتب. تمام اف زينه الصالون بأمانتك. تمام بنتي؟ تمام. يلا بنات امشوا رايحين على المكتب. ها خالة شكو نعمان جاي بورك على المكتب. ما افتهمت. اوي اني افهمك بالطريق. يلا قوموا قوموا نروح. يلا يا حميد بس يمكن جوعان على اساس كان يريد ياكل ويانا بورك راح طلع للشغل ما لحق ياكل ويانا. اي ماكو مشكلة نشيل حصة على صفحة قابل الصار. ايه جبت لكم شاي خبال تفضلوا. يلا وزع. اوف يلا عاد اخوان. اخيرا خلصت ايام الجوع. انتبهوا واحد اثنين بالعافية شيتو. يا
وقفوا، ايش ده تسوون انتو ها؟ تاكلون بورك؟ هب 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 صفية، انت منين طلعتي هيك فجأة ها؟ هوب نعمان، انت ما تستحي ها؟ قاعد مثل الطفل تاكل بورك هنا من ورايا؟ عارف؟ يلوق لك هيج؟ طبيعي هالشي؟ انتو مسوين دايت، ما راح تاكلون. حجي نوري، قلنا هذولا ما يقدرون يسيطرون على نفسهم. ترى والله أخابر ستلينة. لا بابا لا، جد خابريها، دقيقة دخيل الله، لا تفوتيني بلغاوي. أنا أصلاً ما كنت أكل، قلت لهم شباب يا بلا تأكلون، هذا ترى ضرار لكم، تسمنون حتى تمرضون. زين لحوا علي وقشمروني. إيه والله يا الله، بدقيقتين بعتنا عمو نوري. عمو ما يصير هالدقة. باعي صفية، علي كمال شرب سوي لنا شاي درجة أولى. شوفي مو حرامات هذا الشاي، هيك نشربه بدون ما ناكل ويا اي شيء، انت تقبليها يعني؟ اي لا، هنا حق الرجال، لازم اكو شيء ويا الشاي ناكل. ها يعني انتو تريدون شيء ويا الشاي. بنتي جيبي هذا الكيسه. شو تفضلي هذا الكيس؟ جيبي جيبي جيبي. اي هسه مره تعضون من هاي ومره تشربون شاي، مرة تعظون من هاي ومرة شاي. تفضلوا بالعافية. علي كمال انت هم اخذ هاي. خالة خلي اخذ هاي الصينية، انا اكلها قبل العشوية شاي. طبعا بنتي اخذي. ايه عيني نسترخص احنا، يلا بالعافية بنات، يلا نروح. بالعافية. بالعافية عيوني. الله وياك صفية. هاني ابد ما دافتهم ما دافتهم، شلون هذول كل ما نقعد على اكل يوقفون على روسنا؟ شلون ما ادري، هيك فجاه تنقبالنا. شنو هاد؟ ما تقولوا لي شكو؟ شنو اكو جاسوس بيناتنا واني ما ادري؟ منين جبت هالحكي اخوي عارف؟ خاين شنو؟ بهالمكتب ماكو واحد خاين دم وصخ. يعني اني اقول هالنساوين حاطين جهاز مراقبه هنا ودي يراقبون الوضعيه كلها. الو الو انتباه يا نسوان. اي هذول مخلين مايك صغير، اكيد اكيد مخلين، يعني اي حكايه نحكيها حتى اذا صغيره يسمعوها. اي نسوان يريدون يراقبونا. ليش دي يراقبونا؟ لان يريدون مصلحتنا، واحنا لازم ناكل اللي هم يريدون ناكله، يعني خطيه ما يقزون شيء، يريدون مصلحتنا واحنا حنطبق اللي يريدون. اها تمام، افتهمنا افتهمنا. طبعا طبعا، والله انت كبير عم نوري. لعد مستمرين بالدايت احنا. مستمرين بالدايت احنا طبعا طبعا. نسواننا شي يريدون احنا جاهزين.